المزارع الذي صار ربة منزل، حكاية من التراث النرويجي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك مزارع عصبي المزاج، دائم العبوس، كثير الشكوى من تصرفات زوجته. وفي كل يوم كان المزارع العصبي المزاج يعود من الحقل إلى بيته جائعا باحثا عن المشاكل. حسنا، سأنتهي في الحال يا عزيزي. اهدأ يا حبيبي، هل عدت يا زوجي؟ ما هذا، ما هذا؟ الطعام لم يعد. حسنا، اهدأ يا صغيري، اهدأ، سأنتهي حالا، اهدأ. سيكون الطعام جاهزا يا زوجي العزيز، لا تقلق، اهدأ. حسنا. لماذا تضعين زبدة غير طيبة المذاق حتى البقرة لا تجيدين العناية بها؟ أترون؟ ها هو يبدأ من جديد. في كل يوم كان المزارع يتهم زوجته بالإهمال في ترتيب الغرفة وتجهيز الطعام. لا فائدة، لقد قلت لك لا فائدة، لقد طفع. حسناً يا زوجي، إن كنت غير راض عن عملي في البيت هنا، فلماذا لا تحل أنت محلي؟ حسناً، دعنا نتبادل الأعمال سوياً، فأذهب أنا إلى الحقول منذ الغد، وتبقى أنت هنا في البيت كما تشاء. هل هذا يرضيك يا زوجي العزيز؟ أليس اقتراحاً معقولاً؟ ما رأيك؟ تقبل المزارع فكرة زوجته ووافق على تنفيذها في الحال. حسناً يا زوجي، سوف أترك لك تولي جميع الأمور. لا تنسى أن تطعم الحيوانات وأن تصنع الزب، وعليك الاهتمام بالطفل أيضاً يا عزيزي. وداعاً. وداعاً. عندما ينتصف النهار سأدعوك للغداء، يمكنك التطلع إلى وجبة شهية. نعم. فرح المزارع كثيرا لتبادله العمل مع زوجته، ولكن هل يمكنه حقا القيام بأعمال المنزل وتنظيف كل شيء قبل فترة الغداء؟ إلى العمل. تبدلون، أبدأ أولا بعمل الزبد، أمر سهل للغاية. بالرغم من خبرة المزارع بصناعة الزبد، إلا أنه سرعان ما مل العمل. ما رأيكم؟ هل تظنون أن بإمكانه تحضير زبد طيب المذاق؟ كم أنا عطشان. نزل المزارع إلى السرداب، حيث يوجد برميل كبير مليء بالعصير. حسنا، والآن الكوب. ثم ما هذا الصوت الصادر من فوق؟ ويلي، أخشى أن تكون الحيوانات قد وجدت طريقها إلى المطبخ وبدأت في التهام الزبد. لا لا، لابد أنها قد قلبت وعاء الزبد. هيا هيا خرجي أيتها الحيوانات، هيا هيا. المزارع بإضافة مقدار آخر من القشطة، وأخذ يحضر الزبدة ثانية، فقد كان عليه إعدادها قبل فترة الظهيرة. ديرينا، ديرينا.
لام ديري لام ديري لام ديري لام ديري لام ديري لام. ويلي لقد نسيت أن أطعم البقرة. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل إذا تركت وعاء الزبد هكذا؟ سيأتي الطفل فيقلبه. ابتعد. خطرت للمزارع فكرة جيدة. ربط المزارع وعاء الزبد وثبته على ظهره ليحل المشكلة. حسنا سوف أخرجك في الحال. لابد أنك تحسين بجوع شديد. هيا هيا إلى الخارج. إليك ببعض الماء. آه يا إلهي لقد تبددت الزبدة ثانية. يا لغماي لقد تأزمت الأمور كثيرا ولن يكون من السهل اصطحاب البقرة إلى المرعى بعد الآن. ماذا أعمل؟ هل توجد بعض الأعشاب القريبة لإطعام البقرة يا ترى؟ عندي فكرة سوف أضعها على السطح. نعم. واعتقد المزارع بأنه شديد الذكاء. كما ترون كان السطح كله مغطى بالأعشاب، فلم يكن على المزارع إلا أن يضع لوحا خشبيا سميكا يصل ما بين التل الموجود خلف المنزل وبين السطح لتتمكن البقرة من الصعود بسهولة، وبهذا يكون قد أطعم البقرة ونظف السطح في آن واحد. ويلي لقد حان وقت الظهيرة. لن تتم الأمور هكذا. لم أنتهي من عمل الزبد. ماذا أعمل؟ حسنا من الأفضل أن أبدأ بالحساء أولا. تشتعل النار جيدا. لا بأس. لا بأس. لقد تركت البقرة على السطح. لقد كانت فكرة جيدة. نعم. مالا ولكن. وفجأة بدأ المزارع يفكر بقلق. ماذا يفعل إذا سقطت البقرة من فوق السطح وكسرت رقبتها؟ عليه أن يتدبر الأمر في الحال. نعم سوف أربط البقرة بالحبل. نعم هذا أحسن. إذا مررت الحبل من هنا ستكون البقرة في أمان. نعم نعم تندرلم. هذا أحسن. نعم. وهكذا ظن المزارع أن باستطاعته مراقبة البقرة أثناء تجهيز الحساء. زوجة المزارع إلى المنزل وهي جائعة بعد يوم عمل شاق قضته في الحقول منذ الصباح. لقد انتظرت وطال انتظارها لحضور زوجها ليدعوها للغداء حتى نفد صبرها. وأخيرا بعد طول انتظار قررت العودة إلى المنزل، وعند وصولها إذا بها ترى البقرة تتأرجح معلقة في الهواء. يا إلهي ماذا حدث؟ قطعت زوجة المزارع الحبل بسرعة فسقطت البقرة على الأرض. وفي الوقت ذاته وقع المزارع من المدخنة. وتوجهت زوجة المزارع إلى المطبخ. كان المزارع قد وقع على رأسه داخل قدر الحساء. ما هذا؟ ما الذي فعل بك هذا؟ أخبرني. وهكذا نأتي إلى نهاية حكايتنا. قد يبدو لكم أن صاحبنا هذا مجنون،
ولكن العديد من الرجال يعتقدون أن عمل المنزل سهل جدا، ولكنه وكما رأيتم ليس سهلا، أليس كذلك أيها الرجال؟ ما رأيكم؟